السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع الفيديو اتحدث ما تحس بالسعادة لين الفيديو ولا تشتركوا في القناة نص كده تميد مشترك وضغط لايك نص كده أمر عن ما تقدر يبدأ الفيديو. أنا مش هاد أسانسير من الكهرباء وما هو عن كتاش ينزل ازاي؟ واو ينزلوا من فوق وتحت ده كلهم نفس النوع. دي آلة بتعمل على بتاع بتحط الحاجات من ورا التاني. النظام ده بتطبع الصحون وكده بتاع شكل دايرة أو شكل حلزون. دي بحط التليفون بيشحن لوحده. دي تليفون هواوي بيشحن لوحده. واو بحط دي من ورا يروح الشحن بيتشحن عليه. دي آلة حادة بيشيل بيها الحاجة حاجة رقيقة عشان يشيلها. بتلاقي مادة لزجة أو أي حاجة سموت لقاها من تلاجة. دي بتنظف المكنسة بتنظف واشوفها القديمة دلوقتي جديدة نوفها عاملة ازاي. واو دي كورة كوتشينة واصرحها عاملة ازاي مرة روعة حلو. دي تكتب بالليزر او تكتب ارقام تكتب حروف وارقام. دي بقى ورق الوان نزل الواحدة راح كل يوم نزل معايا بص الالوان كلها. دي بص دي نفس زي الاولى دي بص برضو بيعمل بيديه بيعقوله طالع. واو مرة راح وهذا عايز واحدة زي دي بيشيل الاسمين الخطأ يكون جهة متغلف او شيل التغليف العالي دي بتاع في البحر الألعاب المائية. عارف المركب هو سايبه على المية ده هو دي بيعمل ضغط لفوق. دي زي لون أسمر وزي الحبر برضه دي منتجات لعام ومعروف العدد بتاعها اللي بتنزل فيها. تقنيات بعمل دي كراتين بتتغلف لسه بقى تروح المصانع وبتغلف فيها. دي بقى بتبص اكتب بص ده برضو ولا تلاقيه برسم على الايدي او برسم على الخشب ده ولا ايه. دي كان تاكسي نموت كان في المطارات نموت على التاكسي ده. دي بتاع اللعبة دي تلاقي آلية بتتعمل 4 ثواني. دي بنغلف شنط السفر بنغلفها مش عارف مش يفتحها ولا يعمل اي حاجة. دي بتعمل شكل ارضية في الارض دي بقى اللي فوق في السقف المعلق او الجبسن بورد. دي بيشيل بقى اللون الذهبي بيشيله. دي اقلام رصاص او العاب معدية. دي لسه بقى تتغلف تتحط في قرطين تتغلف على فوق. دي برضه حاجة صفرة نظام زي ورق في شريط لف على بتاع هيلفه على بقى هيلفه بعد كده يروح هيغلف في الباب دي بيض شايل بتاع اللي واو حط مادة عند الوان حط اخضر واصفر واحمر. واو دي كور تنس صغيرة دي. من هلزك دي بقى بتعمل بيحط اسمه بتاع يلف ويجيب آلات حادة ويرسم عليها. دي اشكال بتاعت الورق ديت